عاد رمضان ضيفا عزيزا كعادته لدى المسلمين، لكنه في اليمن وفي هذا العام بالذات عاد على حال أسوأ مما كان عليه الناس قبل عام من الآن. هي تركة الانقلاب والحرب والموجة الجديدة من متنفذي المرحلة الذين استأثروا بكل الموارد وأوصلوا الغالبية العظمى من اليمنيين إلى هذا الحال من البؤس المعيشي والانحدار الهائل في قدرتهم الشرائية. المواطن المسكين الضعيف معتمد على الراتب، راتب الآن لحد الآن أكثر من 7 شهور وهو لا يستلم ريال. منين بيشتري المواد الغذائية والمواد السلاحية حق شهر رمضان ويستقبل رمضان؟ يستقبل رمضان وهو بأسوأ الظروف. لا مشكلة في المعروض من السلع، فهو متاح بالقدر الذي يحتاجه المستهلكون، لكن المشكلة أن الناس لا يستطيعون الشراء، فالنقود لم تعد بأيديهم والمرتبات اختفت منذ عدة أشهر. احنا كنا الآن نعتبر من الطبقة الوسطى أو الطبقة الأفضل يعني، فالآن أصبحنا في وضع سيء، احنا وغيرنا ما استطاع يحصل على هذه المواد. لرمضان طقوسه الخاصة في اليمن، فالناس يضعون كل إمكانياتهم الشرائية تحت تصرف هذا الشهر الكريم، فتكتظ بهم الأسواق وتزداد نسبة المبيعات في السلع الغذائية على وجه التحديد إلى أعلى المستويات. أحزمة اللاجئين هي المظهر الأشد قتامة في مشهد الأزمة والحرب، خصوصا في هذا الشهر الكريم، فهؤلاء لا يصل إليهم اهتمام العالم بالقدر الكافي سوى النزر اليسير مما تقدمه بعض الجمعيات الخيرية، فهم ضحايا تستهدفهم الحرب في منازلهم وفي ملاجئهم. وهؤلاء المهمشون تزداد أوضاعهم قتامة في ظل هذا الوضع، ويعجز معظمهم عن تدبير احتياجاته الأساسية، فيعيش على الكفاف أو على ما تيسر مما يقدمه أهل الإحسان. لا مع نسب، لا مع بطاط، لا نعرف برأس الأسبوع شوية لحم لعيالي، لا أعرف حبة دجاج تدخل بيتي، لا بجمعة ولا غير جمعة. فيما لا يكف جهاز الدعاية التابع للانقلابيين عن توزيع الأناشد الحماسية التي تصم الأذان في شوارع صنعاء. عود أحمد يا رمضان، على أمل أن تغادر اليمن هذه المرة، وقد ودع هذا الشعب آلامه وأوجاعه، وودعك على أمل اللقاء بك في ظروف أفضل وحياة أرغد.